تقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 3 جوج. النيابة العامة مشكورة مشات معكم في الطرح، ولكن تقررت أشياء أخرى وهي رفض إيقاف البت، وأيضا إيقاف البت وكذلك استدعاء الشهود. للأسف كنا، ولكن حنا كنحترموا القرار ديال أو الحكم ديال المحكمة. هناك يعني محضر ديال البحث اللي كان أجري في المحكمة الاجتماعية اللي على أساسه اتخذت المحكمة يعني في إطار السلطة التقديرية ديالها أنها تحكم بحكم تمهيدي بإجراء خبرة جينية. نحن ننتظر أن تجرى هذه الخبرة الجينية، ولكن إذا كان الملف جاهزا سنناقش الملف، لأن المتابعات التي كانت في يعني في الملف الجنحي في الحقيقة هذاك الملف تابع للملف ديال المحكمة الاجتماعية، يعني العلاقة مرتبطة، لأنه لو لم تتقدم السيدة سرغاني بملف إثبات النسب لما كانت هناك خيانة زوجية، ولما كان هناك متابعة بالفساد، ولما كان هناك ابتزاز. مع العلم أن المدونة، وللأسف اليوم تنشوف بأن المدونة يعني كأنها ضد حقوق الإنسان وحقوق هذا، مع أنه كاين مصلحة فضل ديال الأطفال، وكاين مادة 156 من مدونة الأسرة اللي كتقول لك بأنه إلى يعني كان هناك حمل أثناء فترة الخطبة، كانت يعني خطبة وترتب عليها حمل الطفل الذي، وكاين قرار أكثر من ذلك، كاين قرار ديال محكمة سينا بالدار بالرباط صدر سنة 2010 يقر بأنه إذا اشتهرت الخبرة وانتج عليها يعني حمل، اشتهرت الخطبة تقصدي؟ نعم، أنها إذا انتج عليها حمل في الفترة ديال الخطبة وانتج عليها طفل أو لا طفلة، فإذا كانت خبرة جينية أثبتت بأنه ينتمي يعني للأب البيولوجي دياله فينسب إلى أبيه طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة. اليوم كنشوف بأن المدونة الأسرة تتضرب، مع أن المدونة اللي هي واحد يعني الحدث بارز اللي دفعت عليه الحركات النسائية من أجل حماية النساء ومن حماية أجل حماية الأطفال ومن أجل حماية الأسرة كذلك، ولكن اليوم كنشوف بأنه يضرب عرض الحركة. احنا كنا نسعى الى ولازلنا نسعى الى ملائمة مدونة الأسرة للاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب ويصبح ملزما يعني بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، وكذلك تفعيل الدستور. يوم كنشوف بان المدونة كتضرب، وعلى اساس اننا نعتبر ان العلاقة اللي هي كانت خطبة وكانت في الدار ديال يعني المعنية بالامر وكانت بالحضور ديال الاهل ديالها وتعطى فيها صدق، وكاين صور وكاينين شهود الذين اثبتوا ان الطفل عقيقة كانوا جاوا حضروا، كان الأب يعني يحمل طفلته وكيدور بها أمام يعني الناس المدعوين للعقيقة. ورغم ذلك لا أدري، كاين مساطير كل من تمس يعني في هذا ديالو هذا جرم، وهذا هو اللي كيدعي الحال كاين هذا جرم، ويجب يعني اللجوء إلى الوسائل القانونية. راه كاين الشكايات، للأسف أن هذا ابن الزنا هو الذي يدعو الحركات ودعا الحركات النسائية ودفع بها أنها كانت تطالب يعني باش تحقق الحماية، سواء في القانون الجنائي سواء في القانون 113 اللي كنا ندافع على أن يكون قانون كيوفر الوقاية والحماية والزجر وعدم الإفلات من العقاب. للأسف حتى هاد الناس اللي كيقولوا لك تيدافعوا على الحياة، حنا حتى المشكل ديال الإجهاض اللي محبوس، يعني ما كيمكنش الإنسان أنه إلا وقع حامل وما كاينش توثيق ديال عقد الزواج انه يتفك، القانون يعاقب عليه. وهذا اللي كان كيدعي يعني يدفعنا الى المطالبه برفع التجريم عن الاجهاض الطبي، ولكن للاسف حتى المشروع ديال القانون الجنائي الذي كان يناقش في حالات محدده ولا يرفع التجريم عن يعني الاجهاض الطبي، وهذه كلها مسائل متداخله. لان ذاك الطفل او ذاك الجنين الذي ندافع عن حياته وهو لا زال في بطن امه عندما يولد يحرم من الاسم، ومن بين الاسماء ما سمعناه اليوم ابن زنا وانه ابن علاقه شرعيه و و و و. للاسف حتى في الشرع راه كاين بالنسبه للزواج الفاسد إلا ما تكملتش الأركان ديالو راه ينسب الطفل إلى أبيه. نعم. وحنا كنعرفوا أن القانون الجنائي إصدر في سنة 1962 والعقود ديال الزواج لم تكن توثق، وما كناش كنقبطوا المغابرة كنديوهم للحبس إلا ما كانوا شي موثقين عقود الزواج. عقود الزواج جات مع الحركة النسائية اللي بدات تدافع على توثيق عقود الزواج، لأن كانت ترتب لها آثار مثل الآثار اللي راه حنا كنسمعوا عليها اليوم واقيين كنعيشوها في المجتمع المغربي في هذا القرن اللي فيه اتفاقيات دولية وفيه التزامات ديال المغرب أمام المنتظم الدولي.
حان الوقت لمراجعة شاملة للقانون الجنائي ولملائمة مدونة الأسرة كذلك للاتفاقيات الدولية والدستور من أجل حماية الفضلة للأطفال ومن أجل حماية النساء، ما دمنا أننا صادقنا على اتفاقية سيداو والقانون أو الدستور ينص على الحماية ديال الإنسان بصفة عامة. حان الوقت لملائمة يعني جميع القوانين اللي عندنا للدستور والاتفاقية الدولية حتى لا نعيش مثل هذه المآسي.